توقع. اي والله انا عرفت. خمس ثواني وبتضارب بعد. يا اخوان سلموا لي على ال خلاص خلاص. بيمديني اشتري حق هذا على السريع ويجي يجلدهم. لا والله وصلوا بسرعة يا. وينك وينك تكفى. ايوه انا وصلنا عندنا قد نجي واستعمنا لو خصيمه مننا بشره بحمايته. كيف ويا الفزعة. حياكم الله يا شباب في الحلقة الرابعة. أشكر تفاعلكم في هذه السلسلة. شكرا 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 من القلب وشكرا لكل من كتب كومنت ونصحني. طبعا عندنا حمودة يقول لي تقدر تجيب شخص عشان الحرامي أو نفس الكلام. حتى هنتر حطري نصيحة يقول لي البيتكوين حاول تدخل فيها وتجيب أشخاص عشان حرامية أو الأشخاص اللي ما يدفعون فلوس. فعلا هذه الأمور يعني ممكن أنها تشتتك أو تنظيف المحل وكذا. راح أطبق هذه النصائح إن شاء الله في هذا الفيديو ونشوف إيش يصير معانا إن شاء الله. إني ما أفكر ونقول صبحكم الله بالخير. بسم الله توكلنا على الله. نلبس الزنوبة. صباحنا أخضر. ألان ووركر. لا 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 طور والله طور جارنا يا أخوان. صار شغل أغاني. صبحك الله بالخير يا شرطي. ايوه يلا صباح خير. كلب ميت قد اوكي معليش ظلمناه. عمرك طويل عمرك طويل ظلمناك. ما شاء الله تبارك الله ستب الابيض يا اخوان والله رهيب. عاجبني صراحة يعني ابيض اسود ابيض كذا عرفت. طقم رهيب جدا. كهرباء طافية. انا غلط اني اسوي كذا ابعد هذا هناك لان اتوقع لو اشترت مساحة ثانية بعدين برجع برتبهم. فليش ما ارصهم الحين من هنا وخلاص وخلي البي سي هذا السطر وهذا الاركيد في هذا السطر. ترتتا كذا افضل صح يا اخوان. الاضاءة اللي ما لها داعي هناك والوضع 200 200 مفروض. الاضاءة الرخيصة هذه لازم ابدلها بسرعة وقت. ايوه هذه بس الحين ما راح نشغل نفسنا بالامور هذه ونفتح المحل. بسم الله نبدا اليوم ب 1200 دولار. اما بخصوص نصيحة هنتر في موضوع العملات الرقمية هذه طبعا لازم نشتري هذا اللي سالب 8 مثلا اللي الحين السهم طايح فيه. خلنا نقول مثلا ب 500 بندخل اوكي لانه نص فبندخل ب 1000 فبياخذ مني 500. بسم الله توكلنا على الله. ايش اسم العملة هذه؟ اسم العملة ستيلر. الله يستر اسمه يخوف. ستيل سرقة يعني. أي دقيقة واحد يعطيني فلوس. 79 دولار حلو حلو. دفعنا 500 ان شاء الله ما تنكبنا يا هنتر. ان شاء الله ان هذه العملة راح نرجع لها الستيلر ونشوف كيف الوضع معها. سالب 8 الحين او سعرها 0.5 يعني نص. فاذا ارتفع سعرها بعدين ممكن يضعف. اما بخصوص لعبة الفواكه هذه صراحة يعني 200 200 عجبتني فبدخل ب 100 او 200 واخلي اوتو سبن يعني اصير اشوف الوضع كذا في المحل وهو يجلس يلعب. هذا احلى شيء انها ما تشغلك. ممكن تنزل الصفحه وتشوف الاوضاع عندك في المحل. اوه شفت الزباله يا اخوان تنظيف. طبعا نصيحتكم اني اجيب هذا اللي ينظف ولكن مبدئيا صراحة يعني 300 كل 3 ايام احسها كثير. انا خالفكم الرأي صراحة فيها. لكن اللي يسرق بجيب له الشخص هذاك. يعني نزيد 5 نزيد 7 وينزل شوية احس ما تحركت. توني بشتري حق الحرامي هذا ابن الذين. وخروا يا اخي وخروا. حق الحرامي من جد والله شاغلني. ضربت 2 اتوقع. اي والله انا عرفت. ما سرق الا الكيبورد الرخيص هذا وهذا ما دفع فلوس. يا ليل ام الليل يا ليل ام الليل. لا لا خمس ثواني وبتضارب بعد. يا اخوان سلموا لي على ال خلاص خلاص. بيمديني اشتري حق هذا على السريع ويجي يجلدهم. لا والله وصلوا بسرعة يا
ما نوصل لعندنا قد نجي واشتامنا لو خصيمه مننا بشره بحمايته شاوي شو بلخ يا خوي ولا لبندا يا جعلني معزمك جاء لراسي كفو الفزعة كفو الفزعة طيب هذا في واحد ثاني ربي سويتها طيب هذا يا طيب لا هذا لازم راعي المحل يتفاهم يعني مش كل شيء بيسوي لي لا 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 جبت العيد انا جبت العيد بس عجبتني الحركه صراحه لا والله تدرون يا اخوان نصيحتكم طيبه والله نصيحتكم طيبه ابو التنظيف على ابو التنظيف خلهم يشيلون فلوس وين هذا اللي ينظف تعال يا قلبي تعال والله تعال نشتري هذا بعد اللي يجيب اشخاص هذا مش مهم يا اخوان اهم شيء هذا اللي ما يسرق ولا اللي ما يدفع فهمت علي هذا اللي فجر برا راح نشتريه كل خمس ايام خلاص هذا شوي نتطور كذا ونجيبه يعني نجيب لنا اربع ستبات كذا نجيبه يجيب لنا اشخاص لان حاليا وضعنا ماشي يعني عرفت هو اليوم نسينا من عطر المكان صح عليك شوف كان واحد بيجي بيفجر المحل والله ما باقي يا اخوان الا اشتري هذا المعطر يجيني واحد يعطر لي المحل خلاص ما بقى شيء تعطر تعطر دخله من اذنه تعطر تعطر يا مروح تعطر اللي ممكن ازيده ف2.9 و2.1 ممكن اخليهم الاثنين متساويين شوف في بار لو رفعته كثير بيقول لي اكسبنسيف 2.2 شو اسمه متوسط وين حق الحريق لا 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 يا اخوان اتوقع ان هذا يوم يجيبها نجوم هذا يحترق بسرعه انا قد ظنيت الصراحه من قبل هذا ثالث مره يا اخوان انه يحترق فخلاص ما بنشتري رخيص ايوه كم اعطاني 400 شوف 242 يا سلام حلو الحين رقابه الفلوس وتشوف انه فاضي الكمبيوتر هذا ممكن نزيد سعره يصير 3.1 وهذا اعلى شيء ممكن نوصله 2.3 فهمت الفرق يا اخوان هنا الفرق اجيب لك تجميع قويه ويجيب لك سعر اقوى اوكي في واقعيه في اللعبه بنرجع المكنسه هذه الى جارنا الله يعطيه العافيه خله يمكن يحتاجها طيب يا اخوان اللي بسويه الحين خلاص بروح بشتري من المحل اللي يسوي تخفيضات وابني تجميعه من محل التخفيضات كامله لان صراحه السعر يفرق كثير لكن الكيس هذا سيء فبشتري كل شيء ما عدا الكيس بشتري هذا الكيبورد وبشتري هذا الماوس خلنا ناخذ لنا ماوس بعد ولازم ارجع اشتري طفايه واشتري سبراي لان اتوقع انهم خلصوا اللي موجودين عندي في المحل في بار على اليمين ما ادري اذا لاحظت ولا لا ان يخلص السبراي ما ادري هذا شيء جمالي اتوقع الماوس باد ما هو بشيء حرامي وينك من زمان انت وينك من زمان اي يا اخوان هذا السيت اب بس ناقصنا طاوله اتوقع هذاك المحل ما يبيع طاولات فخلنا بنشتري لنا طاوله جربنا الطاوله البيضاء وجربنا الطاوله البنيه بنشتري لنا طاوله سوداء في هذه طاوله سوداء ب 799 5 نجوم وهذه الطاوله شكلها حلو والله ب 880 وهذه ساده 880 بعد وهذه اسود مع احمر 790 خلنا نشتري هذه 4 نجوم ونص 790 نقرب الاغراض اللي جبناها كذا بتبقى شاشه نسيت الشاشه خلنا نروح نجيب شاشه عنده شاشه بيضة 280 خلنا نشتريها وبنشتري سبراي وخلنا نشتري طفايه الحريق حلو طفايتين حريق معانا الحين وسبراي او مربح المحل والله وصلت الطاوله ترامب ترامب لا نتاخر على ترامب معليش ترامب ثواني
يلا يا ترامب لازم نشوف تقييم ترامب. ايش يتابع ترامب؟ لا حول ولا قوة بالله. الشعب يلعب يوتيوب. اتوقع اني لازم اشتري لعبة ثانية ممكن تحسن. والله الطاولة يا شباب رهيبة صراحة الحمراء. وش رايكم؟ ما تدري وين راسها من... اي اوكي. ها ترامب كم تقييمك؟ 32. ترامب تعطينا 32. I was being okay. يبقى الحمام ترامب. ما ادري وش شارب ترامب. يبقى الحمام. فيطالبني بالحمام. ان شاء الله باذن الله انه يومين كذا واشتري الحمام. لازم نجمع شوية فلوس زيادة. بما ان ما نحتاج القوة خلاص خلنا بنطور موضوع المحل. الكاستمر coming your cafe. اوكي يعني ناس كثير يجون للكافيه. وهنا كاستمر يدفعون فلوس دونيشن. نسيت موضوع الدونيشن صراحة. هنا بوزيتيف كومنت. يلا نحتاج فلوس. ان شاء الله اني ما انسى احط شو اسمه احط الصندوق حق الفلوس. هذا ما عنده كراسي. جيت اشوف الكراسي ما عنده الكرسي الرخيص هذا. ولكن بنشتري من عنده الماوس هذا. خلينا نجرب الكرسي الاسود هذا 655. لان الطاولة اسود. الطاولة اسود مع احمر. فخلنا هذا حلو بس حسه وردي مو باحمر. خلنا نشتري الاسود السادة هذا. هذا التيب بوكس يا اخوان. خلنا نشتريه. في هوت دوغ. مدري ايش هذا ب 1300. سبيكر ما نحتاجهم حاليا. خلنا ناخذ فلوس 202. حلو. هذا التيب بوكس يا اخوان. هذا اللي يعني دونيشن دونيشن يعني عرفت. هذا برجلر الارم. والله ما ادري وش هذا. بي او اس ديفايس. والله بعد ما اعرف ايش هذا. في شغلات كثير يا اخوان ممكن نفتحها حبه حبه. ان شاء الله راح نفتح الامور هذه. مفروض ان الكرسي وصل. يا رب انه وصل. حلو. السيت اب الثالث جاهز. نوعا ما الطاوله كبيره ما اخذ مساحه غير عن البقيه. لو تلاحظون الطاوله البيضاء حلوه صراحه عجبتني جدا جدا. ايش رايكم في الكرسي الاسود يا اخوان؟ رهيب صح مع الطاوله السوداء والبي سي والشاشه كل شيء اسود في اسود. وهنا كل شيء ابيض في ابيض. وهنا الرخيص في الرخيص. يستاهلون يا شباب اشتري لهم لعبه ثانيه صراحه. خلينا نشتري لهم هذه. نسيت اسمها Among Us. اي اجلده 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 تكفى. سوبر انترنت كافيه فور 8 بت جيمز. اتوقع هذا تقييمه لان الالعاب سيئه او ما عندي الا لعبه واحده كانت. ما دفع فلوس 26 دولار فعشان كذا كويس اني اشتريت لعبه. فبس نحتاج نجيب الشخص هذا اللي يجيب لنا زباين اكثر اللي يجلس يترقص هنا. ايش كان اسمه؟ كل ثلاث ايام ياخذ 150 ولا شيء. خلنا نشوفه. دقيقة في اشخاص جوني. والله ان جاء بي سي واحد فاضي يا ويلك. البي سي الثالث. اتوقع انه يأثر والله كثير. وينه؟ وين اللي جاب لي الزباين؟ وينه؟ لا تكون هذه. والله ما في احد يا اخوان. يجيني اليوم الثاني يمكن. في واحد يباك ستند. خلنا نشوف اسعار ال شوف الحرامي. لا كافوا عليك. ايوه كذا كذا اريدك يا اخوي. قبل لا يسرق تجلده. تتذكر اللقطه هذه حق الحلقه الماضيه؟ والله يستاهل انه يتلزق. انا على بالي انه خلاص ما بيدخل المحل. احسن شيء يسويه انه يصيده قبل لا يسرق. خلنا نشوف تقايم. خمس نجوم يا شباب. خمس نجوم مهاره. If more beautiful girls come I'll increase the score. يقول اذا في مزز كثير يجون للمحل راح اعطيك تقييم اكبر. انت معطيني خمسة اوريدي. هذا كله بس عشان المزز. عشان تعرفون يا جماعه الوضع ما يخصه في جوده المحل ولا نظافه المحل ولا كل الموضوع يتعلق بالمزز. جيب لك مزه. وين الطباخه هذيك؟ لازم اجيب الطباخه بسرعه. كيتشن ب 1400. توكلنا على الله. نجيب الكيتشن وبعدها نقدر نجيب الحمام. دقيقة خلنا نشوف المطبخ. الله أكبر. يا سلام يا سلام. والله المطبخ جميل جميل بس إن اللون ما هو بمتناسق مع لون المحل. لو أقدر أصبغ بس المنطقة هذه. يلا ما عليه ما عليه.
خلنا نجيب الطباخة. الطباخة تبغى كل 5 أيام 350. توكل على الله. ما شاء الله ما خليت شيء. الحين جبتهم كلهم أتوقع. باقي الطباخ. توكل على الله. كذا يا جماعة أنا ختمت اللعبة من ناحية الموظفين. من ناحية الموظفين كذا ختمت أم الشغلة. بس إن شاء الله أنا ما أجيب العيد. أنا ماشي على نصايحكم. هلا هلا هلا. ما أدري والله بس اللبس يا أخوان يعني. ما هو بلبس وليش ما تحرك؟ لا تقول لي بالتمين كذا واقفة. شوف الطباخ جالس يفرفر فرفري معه. ما شاء الله عليك ما شاء الله. شوف هذا اللي هذا اللي حل الراتبة صح. جالس يترقص طول اليوم يا بنت الحلال. بالتمين تخرشيني كذا كل ما التفت. اعملي برمع اقول. استغفر الله. عندي 1700. نشتري حمام يا اخوان. نشتري حمام ليش لا. والحين نقدر نشتري الطابق الثاني بس لا بدري والله عليه بدري. لسه المساحه هذه مش محللها صح. اوه هنا الاكلات. ليش لوك فندنج ماشين. هذا الفندنج ماشين اللي اريد اشتريها. في حلويات في امور شيبسات ليز يعني فرافيش حلوه عرفت. هو يلعب ولا يتابع فيلم ياكل. اوكي لقيت القائمه. كوفي ماشين هذا كم سكر لو تلاحظون يا اخوان لان بعد ما اشترت المطبخ الظاهر انه فتح. فلوسي 925 واشتري هذا 980. لا ما بغامر. يوم اوصل 2000 راح اشتري الماكينة هذه. في توستر في مايكروويف ثلاجة. وات انا اشتريت حمام صح. انا اشتريت حمام بس الحين بعد ما اشتري المساحة لازم اشتري. لا تقول تكفى. هاند دراير صابون. والله انا اتذكر اني شريت حمام. اي والله هذا الحمام. يعني ايش ما في. طيب في هذا يمكن مساحة ثالثة اتوقع. اي مساحة ثالثة. ما احتاج المساحة الثالثة. مراية وحركات. مراية $70 ما كانت في مراية. لا بتم يسمع صوت الحمام كل شوي كذا الوضع مزعج. اي والله ما في مراية ثالثة. ايش المراية مكسورة. خلنا نشتري نشوف. اي والله جت المراية الثالثة. طيب وهذه المكسورة بدلوا لي اياها. طيب حاليا حمامين كافيين. ما راح اسكر الباب الصوت شكله والله بيتم مزعج. يقول لي وات شيتي بليس بس معطيني لايك. لا تنسى اللايك عزيزي المشاهد. الله يرحم والديك. لا تنسى اللايك. اللايك يعني لك كثير على المقاطع لانه يروج الى يعني مقطعك يروج مقطعك للناس الثانيين يتابعونه عرفت. انت كذا تدعم القناه يوم تعطيني لايك وتكتب لي كومنت. نشوف تقايمهم. اف مورجر هذا رجع لنا السربوت ما زال يبغى مزز. طيب والطباخ هذا اشترنا لك اياه جبنا لك. اوه البي سي الثاني احترق والله. اخذ 360 على نفسي من قوة الخرشة. وهذا جالس يلعب واموره 200 200. يخرب بيتك مندمج فيش انت جالس تلعب لدرجة انك ما انتبهت البي سي محروق. واحد ماسك الرشاش واحد يرقص. والله الوضع صراحة غريب. في 225 هذا كأنه ما دفع. بينجلد بينجلد. اي والله يا اخي يا اخي والله ودي اطلع احب على خشمه هذا. والله ودي ازيد على راتبك. لازم في بونس صراحه له. ما ادري هل في احد. اي والله حطوا لي $7 دعموني ب $7 الله يعطيكم العافيه. اوكي فلوسنا وصلت 2600. خلنا نشتري الماكينه هذه الحين. خلنا نشوف وين موقع الماكينه. اوكي رهيب والله والله رهيب. اضافه حلوه. ثلاجة اكيد بيحطونها هنا ولا جنبه هناك. طيب خلنا نشتري بعد في هذا اي او اس. بما اننا بخمسه بندخل فيه ب 500 ثانيه. 100 ايوه بندخل فيه ب 500. اوكي يعني الحين عندنا 500 في هذا و500 في هذا. اذا بعنا ال1000 حقنا ما زال 513. واذا بعنا المية اللي هنا برضه 500. فان شاء الله بنتركها فترة ونرجع لها نشوف كم وصلت الاسهم. اوه في بي سي ابيض رهيب يا اخوان ما انتبهت له والله. $1000 بيكون اشتري اشتري اشتري. بيكون ممتاز جدا مع السيت اب هذا. مع على باه. بيكون ممتاز مع السيت اب هذا بدل الرخيص.
ونفس الكلام بنغير الكيبورد والماوس ندور على شيء ابيض. كيبورد والله برضه فيه كيبورد ابيض ممتاز ب 550. الماوس للاسف ما في الا الماوس الرخيص هذا، بس مو مشكله. اوكي اوكي، لازم احط الماوس باد وبعدين احط هذا. اوكي، اعطى جماليه شويه الطاولة هذه، ودي ابدلها ولكن متكاسل والله ارتب الاغراض كل مرة ثانية. خلينا نشوف الطاولة الجديدة وصلت. اي والله وصلت الاغراض. الله الكيس الرهيب، الله الكيس الرهيب، يا سلام يا الكيس، والله رهيب. والحين ببدل الكيبورد مع الكيبورد الرهيب الجديد. لا 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 لا، كل شيء رهيب والله، كل شيء رهيب، استغفر الله ما عدا هذا الماوس الرخيص. خلنا بنبدل بينكم، بس هذا ذا بيست، ذا بيست سيت اب صراحة عندي. الشاشة البيضاء اوكي مش باينة. لاحظت ان الإضاءة يا اخوان سيئة في المحل، لكن اللي قاهرني ان الإضاءة ما لها أي فائدة. ما ادري هل في زر يشغلها، لان خلينا نجرب نشتري. شوف هذا مثلا الاضاءة، يا الله اقسم بالله يا اخوان فهاوة. هذا الاضاءة الرخيصة برميها، جارنا يحتاجها اكيد. اضاءة المحل اصلا محل كمبيوترات، فالمفروض الاضاءة ما تكون فيها قوية، لكن بشوف لي شيء ديكوره جميل يعني، فهمت علي؟ صراحة ما اشوف شيء جميل من الاضاءات. عندك هذا حلو، هذا ما ادري ايش وضعه. بطلب بطلب هذا، بنجربه ونطفي النار اللي عندنا. هذا ثاني مرة يحترق بعد. اوكي، هذا تقريبا يطفي لي ثلاث مرات ويخلص. وين الطاولة الرهيبة يا اخي؟ انا ناسي الاغراض اللي شاريها. يا سلام، اوه خلصنا من هذا الرخيص والابيض والاسود، جينا الى الازرق الرهيب يا اخوان. هاي رهيبة، ارهب وافضل واقوى طاولة صراحة في المحل. مساحتها حلوة، مش نفس هذه كذا تحسها اوفر. هذه بجيب لها احلى سيت اب. سبوتيفاي قلنا نحتاج لنا سبيكر، خلينا نشتري سبيكر نسمع، ممكن في اغاني في شيء في طلب. اول سبيكر ب 400 دولار اشتري. في سبيكر 5.1 بلف دقيقة. اوكي ما ادري ايش الاغاني هذه. رحت اليوم الى الدكان واشتريت لي خبز. شكرا لكل من يدعم هذه القناة، هذه القناة للاستمرار. لايك وكومنت سبسكرايب. دقيقة وين السبيكرات؟ اوه هذا اللي فوق، يا سلام اخيرا تحركت هذه. اضافات رهيبة ولسه في سبيكرات اجمل على فكرة. وبس يا شباب اتمنى اليوم الحلقة نالت اعجابكم، احس اني انجزت فيها صراحة. اشترت كذا شغلة، طورت المحل بستبات جديدة، حمام، مساحة، مطبخ وكذا. اتمنى نالت اعجابكم، وتعالوا مروا علينا يا اخي والله بعطيكم ديسكاونت طيب، لا توصون يعني. ولا مروا عندي البيت انا بضبطكم شاي مغربي، مدري احس ان الست اب مغربي مش اردني. وبس دقيقة دقيقة دقيقة، هوبا واحلى نومة. استودعكم الله، اشوفكم في الحلقة الجاية. لا تنسون اللايك والكومنت، اكتبوا لي في التعليقات والله انها تهمني، ونشوفكم ان شاء الله.